حد الآن عندنا 15,000 تاجر، ومن ناحية الضرائب في نظام مخفف جدا. مخفف بياسر، يعني ماشي حاجة بيكون فيه مدخول الخزينة. أكيد يكون مدخول الخزينة. احنا وش يهمنا قبل الخزينة؟ يهمنا أن خلقنا منصب عمل دائم، خلقنا مورد نعيش لهذا المواطن، يعني مهنة يعيش بها. فيما بعد أعطينا له خاصة التغطية الاجتماعية الصحية، يعني يمكن الموارد اللي تدخل الخزينة تأتي في المرتبة الأخيرة. تمام، هذا آخر شغل. احنا عندما يولي هذا التاجر واللي عنده مورد الآخر عنده استقرار، عنده أمن، عنده كذا، عنده تغطية صحية، هذا هو اللي يهمنا في الدرجة الأولى.